اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات الكورس التعليمي لتعليم اساسيات اللغه الانجليزيه. احنا طبعا بداناها بسلسله كيف تقرا الانجليزي، وبدانا بالحروف الساكنه، وبعد كده دخلنا في الحروف المتحركه وخدنا كيفيه قراءه حرف الاي. النهارده بقى بنكمل اسرار قراءه حرف الاي، الحرف الثاني من الحروف المتحركه، لان عندي الحروف المتحركه هي اي 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 او يو، والحروف الساكنه هي باقي الحروف. طيب حرف الاي لما بيجي في اخر الكلمه اوقات بينطق واوقات تانيه مش بينطق، امتى انطق حرف الاي وامتى ما انطقوش؟ بنقول اولا ملحوظه ان حرف الاي لا ينطق اذا جاء قبله حرف ساكن في اخر الكلمه. لو بصينا الكلمات دي رايس، هنا حرف الاي في اخر الكلمه وقبله حرف سي حرف ساكن، يبقى الاي مش هنطقه، يعني ما ينفعش اقول رايسي نو، هقول رايس. نايس قبلها سي، لايك قبلها حرف كي ساكن، كايت التي ساكن يبقى مش هنطق الاي، لايف، رود قبلها الدي ساكن، كلوز قبلها الاس ساكن. طب امتى بقى انطق حرف الاي؟ بنقول ملحوظه كده ان حرف الاي ينطق اي اذا جاء بعده حرف واي في اخر الكلمه، زي كلمه هاني، هنا حرف الاي جه بعده واي فانطقها اي، هاني ماني. طيب بعد كده بنقول ان حرف الاي ينطق اذا جاء معه حرف متحرك اخر في اخر الكلمه. لو بصينا كده المجموعات اللي قدامنا دي وهناخد بعد شويه ان ازاي حرف الاي بينطق والسطرات بتاعته وطرق النطق. تري ثري سي، هنلاحظ هنا ان حرف الاي جاي في اخر الكلمه ومعاه حرف متحرك اخر اللي هو حرف الاي، بقت اي اي في الحاله دي بنطق الاي، تري ثري سي. او حرف الاي يجي بعد منه اي حرف متحرك اهو اللي هو الاي، زي كلمه سي تي فلي، في الكلمات دي بنطق اي، لكن في كلمات تانية ايديا ايريا هنا بنطقه يا، ايديا في الكلمتين دول وايريا. بعد كده حرف الاي لو جاء قبله يو في اخر الكلمة بنطقه او، زي بلو جلو سو. بعد كده حرف الاي لو جه معاه او هنطقه او، تو جو وو. حرف الاي لو جاء قبل منه اي هنطقه اي، زي تاي باي لاي. دلوقتي بقى هنقول الاصوات اللي هي بيقرا بها حرف الاي وازاي هننطقه في الكلام. اول حاجه بننطق حرف الاي شورت اي، ايه قصيره في الصوت، بن تن تيد بيد فيد لند سند بيل بيتا. بن تن بيد فيد لند سند بيل بيتا. الصوت التاني اللي هننطق بيه حرف الاي ان انا هنطقه لونج اي طويلة، هي شي مي وي. طبعا احنا خدنا قبل كده ان حرف الدبليو بنطقه واي، فاقول بعدها ايه، وي بي هيز اللي هي شيء، هي از اللي هو يكون، بنقولها بقى في الاختصار بتاعها هيز، وهي تكون شيز. سكيم نقولهم تاني، هي شي مي وي بي هيز شيز سكيم. الاس اتش هنا هنطقها كي زي ما خدنا في الحلقه الاولى. بعد كده الاي اي بنطقها لونج اي، اي طويله، وهنشوف كلمات زي سي على اي اي سي تي فلي ايت هيت، وزي ما خدنا في الحلقه الاولى ان حرف الاتش بنطقه ها، هيت ميت بيت ليد ستيل ويك. نقولهم تاني، سي تي فلي ايت هيت ميت بيت ليد ستيل ويك. في عندي بقى استثناءات هنا من ان الاي اي بنطقها اي طويله، عندي كلمه هيد رغم ان هنا اي اي مش هنطقها اي طويله، لكن اقول هيد. اي ديا الاي اي في كلمه اي ديا، وايريا زي ما خدنا في اول حلقه بنطقها يا، اي ديا
وتيجي في اخر الكلمه في كلمه ايديا واريا بنطقهم يا، ايديا اريا. لكن عندي مثلا كلمه تي هنا برضو اي اي، لكن هنا بقولها ايه طويله تي. الصوت طبعا معانا النهارده لحرف الاي ان اي اي بنطقها لون جي اي طويله، لان احنا خدنا في اول الحلقه ان حرف الاي لما بيجي معاه حرف متحرك بينطق زي لما هنا عندي الاي اي وده الاي اي، وبعد كده ناخد الاي اي نيجي للاي اي هنطقها اي طويله ثري ثري سين سي سين سيم ديب سليب فيت فيل جرين جريت. نقولهم تاني تري ثري سين سي سين سيم ديب سليب فيت فيل. طبعا ده تبقى ال فيل جرين جريت. الصوت الخامس ان انا لما بيجي حرف الاي والاي في اخر الكلمه بنطقها اي تاي باي لاي داي. يبقى يعني عندي الاي اي في اخر الكلمه في الكلمات دي تاي باي لاي داي. لكن حرف الاي لو جه معاه اي اي في وسط الكلمه بنطقها لون جي اي طويله فيلد بليف سكيد اتشيف موفي. يبقى حرف الاي اي في اخر الكلمه بنطقها اي تاي باي لاي داي، لكن في نص الكلمه بنطقها اي فيلد بليف سكيد اتشيف موفي. وهنا في موفي رغم انها في اخر الكلمه هنطقها برضك اي موفي. الصوت السادس معانا لما يجي لحرف يو واي في اخر الكلمه هنطقها او زي بلو جلو سو دو. بلو جلو سو دو. هنا بقى حرف الاو لما يجي مع الاي هينطق او مع اختلاف، لان هنا بقول او هنا او جو تو وو جو تو وو. نيجي بقى هنا حرف الاي دبليو، اي لما يجي بعدها دبليو في اخر الكلمه هنطقها او بس بنطق معاها صوت يا. فيو فيو نيوت، هنا بنضيف كل ده يا اهو فيوت فيو يا نيوت في برضه يا. لكن في عندي بقى كلمه برو هنا هنطقها او بس بدون يا برو. نيجي بقى لو قال في اخر الكلمه حرف يو وبعدين حرف ساكن واي، عندنا يبقى في طريقتين في النطق، اي نعم هنطقها او مع يا او هنطقها او بدون يا. انطقها او وقبلها يا في الكلمات اللي هنقولها دي يوز هنا يا يوز ضيف يوز برضو قلت يا كيوت تيوب تيون هيوج. قولهم تاني يوز ضيف يوز كيوت تيوب تيون هيوج. هنا بقى في الكلمات دي هننطقها او بس بدون يا رود رول لوت فلوت جون. نقولهم تاني رود رول لوت فلوت جون. وهنا في استثناء كلمة شور هنا يو وحرف ساكن اللي هو الار وإي بس بقولها اور شور. الصوت رقم 10 بالنسبة لحرف الإي لما بيجي في آخر الكلمة إي وحرف ساكن وإي، في الحالة دي بنطقها إي وخدناها في الحلقة اللي فاتت تيك إي، وهنا طبعا بعدها حرف ساكن وبعدين إي ميك أدا إي وكي وإي
كحذف ساكن. كيك، ليت، ديت، سيل. الصوت الأخير معانا النهارده بالنسبة لحرف الإي لما يجي في آخر الكلمة أو وبعد حرف ساكن وإي. هنا بنطقها أو بس قلنا اللي هي الاختلاف، بقولها كلوز، ستوف. كلوز أدا أو والإس حرف ساكن وبعد إي. ستوف، ألون، ستون، بون، تشوز، كود، ووك، جوك. منهم تاني كلوز، ستوف، لون، ستون، بون، تشوز، كود، ووك، جوك. فينا استثناء بالنسبة للمجموعة دي، ان لما يكون الحرف الساكن ار هنقول او وحرف ساكن وايه، لما يكون الحرف الساكن ار هنضعها اور، وور، مور، سور، ستور، تشور، بفور، وور، مور، سور، ستور، تشور، بفور. وقلنا قبل كده في البريتش بالنسبة هنا لحرف الار زي ما كنا بناخد في الاي ار زي كلمة فار، كان في البريتش الاي ار ما ينطقهاش الفا. كذلك هنا صوت اور في البريتش الار مش بينطق، وو، مو، سو، ستو، تشو، بفو. لكن في الامريكان بنطق الار فيقول وور، مور، سور، ستور، تشور، بفور. وان شاء الله الى اللقاء في حلقه قادمه. السلام عليكم ورحمه الله.